مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. كاميرا اليوم السابع موجودة في محافظة اسكندرية عروس البحر المتوسط. حالة الطقس حاليا يعني سطوع كامل للشمس وارتفاع في درجات الحرارة وهدوء تام في حالة البحر. كما نرى حاليا حالة البحر يعني عدد من الصيادين بيستمتعوا بممارسة هواية الصيد، ومواطنين في اسكندرية بيلتقطوا الصور التذكارية. حالة نادرة للبحر حاليا خالي تماما من أي أمواج. المواطنين وعدد من الشباب يلتقط صور التذكارية. الشعاب المرجانية يعني تظهر لأول مرة على البحر. الصخور تظهر. احنا موجودين في منطقة لوران، هي منطقة صخرية غير مخصصة للسباحة، بيستغلها عدد من المواطنين واهالي اسكندرية في صيد السمك والتقاط صور تذكارية وممارسة الرياضة. البحر يعني هادئ تماما. عدد من المواطنين بيستمتع بحالة الطقس، يعني هذا الطقس مخالف تماما للتوقعات. هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن محافظة اسكندرية وعدد من المحافظات الساحلية سيتعرض لموجة طقس سيئة بتصحبها أمطار من خفيفة إلى متوسطة وانخفاض شديد في درجات الحرارة. حتى الآن يعني لا يوجد أي تقلبات جوية، فقط ارتفاع في درجات الحرارة وهدوء في حالة الأمواج والبحر، والسماء لا تشير إلى سقوط أمطار خلال الساعات القادمة. طقس مستقر في محافظة اسكندرية نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع. أجواء مستقرة حتى الآن، ولكن على الرغم من ذلك استعدت محافظة اسكندرية للتوقعات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بانتشار كثيف لسيارات الصرف الصحي في عدد من الأماكن، وخاصة في الأماكن التي تعتبر بؤر ساخنة بتتراكم فيها مياه الأمطار، منها كوبري المندرة وعلى طريق الكورنيش. في عدد من الأماكن تتمركز سيارات تابعة لشركة الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار أول بأول. احنا متواجدين حاليا في منطقة لوران، ويوجد سيارات تابعة لشركة الصرف الصحي ليس فقط في هذا المكان ولكن في عدد من الأماكن الأخرى كما ذكرنا، منها منطقة كوبري المندرة وسيدي بشر والعصافرة، مرورا بلوران وكليوباترا وسبورتينج حتى بحري والأنفوشي. عدد من السيارات موجودة في هذه الأماكن، ليس فقط على طريق الكورنيش ولكن في عدد من الأماكن الأخرى والطرق الرئيسية الأخرى. أيضا غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس أول بأول، بيترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية. أيضا تفعيل الخط الساخن الخاص بشركة الصرف الصحي رقم 175 لاستقبال كافة البلاغات الخاصة بالمواطنين في حالة وجود تراكمات لمياه الأمطار، بيتم إرسال على الفور سيارات تابعة لشركة الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار. أيضا هناك تنظيف للشنايش على مستوى محافظة اسكندرية وتحديدا في البؤر التي تتراكم فيها مياه الأمطار، تنظيف على مدار اليوم للتأكد أن الشنايش على مستوى محافظة اسكندرية نظيفة وتستوعب كميات كبيرة من الأمطار. هدوء تام في حالة البحر، ارتفاع في درجات الحرارة وسطوع كامل للشمس. هذه هي الأجواء حاليا في عروس البحر المتوسط. كما ذكرنا احنا موجودين في منطقة لوران، هي منطقة صخرية ليست مخصصة للسباحة ولكن بيستغلها عدد كبير من المواطنين لصيد السمك والتقاط الصور التذكارية. لا يوجد أي تقلبات لحالة الطقس، ولكن قد يتغير حالة الطقس خلال الساعات القادمة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات لتغيرات حالة الطقس. أيضا هناك شبورة خفيفة في سطح البحر لا تؤثر على حركة أو طبيعة القيادة أو الطرق الرئيسية في محافظة الإسكندرية. شبورة موجودة فقط فوق سطح البحر، هي شبورة طفيفة كانت في زيادة خلال الساعات الأولى من اليوم ولكن انخفضت تدريجيا بعد سطوع الشمس.
هدوء تام في الأمواج وحالة البحر، استمتاع عدد من المواطنين لممارسة هواية الصيد. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع، كنت معكم في هذه التغطية لرصد حالة الطقس أسماء بدر، شكرا لكم.